التاريخي والظرف حب انه تكون معناها هذه كما نقولوا مسافحه في ظرف خاص جدا. جمهور نادي الافريقي الكل في انتظار معناها سليم الرياحي، وهكريت في المطار شنو الاستقبال اللي كان بالنسبه لسليم الرياحي رئيس النادي الافريقي. اول حاجه مش من نقلوش من العدد تاع الجماهير، مش الكل، جزء من جمهور النادي الافريقي اللي جاء. احنا كان مش يجيو الكل تو تتسكر الدنيا، البلاد كلها تسكر. شرف كبير ليا، فرحت ياسر كي شفت الناس كي جات، وسورتو كي شفت وجوهها ناس معناها جات تعبر عن فرحتها وتعلقها بالنادي وبإنسان خدم النادي. معناها هذا نعتبر وانا جزاء ليا المقابل اللي انا لوج عليه بصراحه، كنا نشوف الناس فرحانه وتحبني. هذا هو الهدف الاساسي بالنسبه لي انا في النادي الافريقي، واللي انا محروم منه بصراحه. انا خدمت قداش عندي في النادي ملي بديت، ما شفتش الجماهير، ما شفتش فرحه، ما شفتش تعبير عن معناها عن الرضا للمجهود اللي نقوم به. خاطر انت مش تقدم، يلزم فما شكون يقول لك اي باهي خايب يشجعك. شكون مش يشجع اليوم؟ شكون مش يشجعني؟ كان الجمهور ما شفتوش، شفته اليوم في المطار الحمد لله، زاد عطاني دفع كبير معنوي باش نزيد نقدم مع النادي بقوة بسرعة أكثر. واللي نأكد كونه زاد اللي يحط في باله كونه ناس جات باش تقول مش تقول للرئيس النادي اقعد، هذا راه كلام فارغ. أنا قاعد وأنا سمعت بها الحكاية عند نهارين، خاطر أنا كنت لبرا، أنا في الخليج درت 4 بلدان في 3 أيام كلها في الطيارة. أما سمعت ديجا، لقيت فرصة، جاوني فرانس 24 والعربية وهبط هو الفيديو، زاد هبط في التونسية وحبيته يهبط أمس مش نطمن العباد. أنا اللي مش يجي باش نفرح، ماهيش مناشدة، لا ما المناشدة والجو القديم هذا ما لا حاشتنا به ولا نحبوه، ولا الجماهير الافريقي ما تنشدش، والتوانسة ما عادش لازم ينجدوا حتى حد. اللي يحب يعبر عن فرحته زاد ماهوش عيب، كونوا احنا عائله واحده نفرح مع بعضنا زاد. وهذوكم هما الاساس، والجمهور الافريقي ما ينجد حتى حد وما يطالب حتى حد، واحنا ماناش طالبين الكلام هذا، وما بصراحه ماناش في هالمستوى، وواجبنا وما عندنا حتى مزيه. ولكن به اللي الفرحه اللي صارت فرحه عائله، هما طمنوا حتى اللي يمكن اللي ما فهمش الميساج تاعي كان شاكك، انا طمنته. وفي نفس الوقت انا فرحت، حسيت فما سند كبير، خاطر انت اليوم ما تنساش راه باللي صار والانتصار اللي حققناه مهم جدا، من الضروري كون نحافظوا عليه. كي مش نحافظوا عليه لازم انا باش نزيد نقدم، لازم نلقى شكون معايا. اليوم الحمد لله كي شفت هكا نزيد نقدم، شد صحيح نقاوم. اما حكايه كونه زاد سمعت سليم الرياحي من اول ضربه واول مشكله انسحب، انا الانسحاب هذا ما نعرفوش. وانا عندي مشروع، والمشروع مش فيه طلوع وفيه هبوط وفيه اشكاليات ومشاكل مش تواجهنا، وباش نقاومها، وهدفنا هو الانتصار في الاخر، وذاك اللي باش نوصلوا له بحول الله، لانه العزيمه موجوده والنيه موجوده وما ننسحبوش، وربي معانا وربي مع كل صادق. هذا ناكده لك. واي محب للفريقي يشك في كوني انا نخرج نهار ينحام من مخه، مستحيل الا في صوره ما الجماهير جات قالت لك كيف ما جاتك اليوم تقول لك اخرج. هذيك حاجه. الحاجه الثانيه زاد يجي نهار وكونه مش نخرج، ولكن ما نكونش في المسير الاول، نحطوا شكون يسير في صوره ما القانون الجديد تعمل، واصبحت فما شركات فقط، شركات ذات هدف رياضي، شركات مساهمه، جمعيات في صوره ما، في صوره شركات وموجوده هذه الكل اللي تشوف فيهم الاسامي الكبيره اللي في العالم الكل بالاسلوب هذا، وواقفين على جمعياتهم. وانا علاقتي مع الافريقي، أنا نحب النادي ولكن بممارستي، خاطر أنا اليوم قاعد نحارب وحدي رب. مع بعض فما نستعاون، ولكنك تشوف الفريقي مش كيف اللي فيه في
الجماهير زادها فرصه كونوا يفسروا لها كونوا راهو فما شكون يضرب على النادي الافريقي في المؤسسات. احنا ال 20 سنه اللي فات اللي فات الكل تم تجفيف المنابع نتاع الكفاءات نتاع النادي وحتى مش موجودين حتى في الهياكل ما لقيتش بعض الاشخاص اللي هما ما ينجموش يعملوا حتى شيء. هذا علاش اليوم من الضروري يكونوا احنا راهو نخدموا على جميع الاصعده ومن الضروري يكونوا نبنيوا فريق عمل ويكون موجود في الاماكن هذه للدفاع. مانيش مش نظلموا حتى حد ولكن نحبوا ما نحبوش يكون يتعدى علينا. وهذا مهم جدا كونوا الجمهور يعرفوا والانتصار اللي حققناه من الضروري نحافظوا عليه زاد. ما يلزمناش احنا مانيش داخلين في حرب احنا نحافظ. الانتصار الكروي ولا الانتصار نتاع التعليق؟ الكروي نتاع التعليق. اي بيان سور احنا الانتصار لا الانتصار في 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 تعليق تجميد القرار هذا انتصار وهذا انتصار محسوب للنادي الافريقي انتصار جماهير النادي وانا واحد منهم. وبما اني انا اللي نقود في السفينه من الضروري كوني زاد نحاول نحافظ على الانتصار. صحيح. هذا مهم جدا معناها من الضروري وديما نعطي الحق للناس كونه فقدت الثقة في الهيئات اللي فاتت. فما هيئات خدمت وفما هيئات فشلت ديما قاعدة طالعة هابطة كالبورصة ما مشيتش في ريتم واحد ولكن بحول الله معينة ما نحب نطمن الجميع أنا موجود ومش نكمل المشوار وحتى في صورة ما خذلتنا النتائج وان شاء الله لا ديما ماشي ديما ماشي ونغير وديما فما تبديل ديما التبديل موجود الى حين تلقى فريق العمل الفريق المثالي المثالي. باش نرجعوا توا نحن للوضعيه من بدايتها توا خذينا الاطار العام سليم الرياحي باقي رئيس النادي الافريقي أي. عكس ما تم فهم بعد ندخلوا له بالديتاي الموضوع هذا. اول ما بدات العمليه مراسله تلقاها النادي الافريقي تهدد بالحل في صورة عدم انسحاب سيسي مريح. أول ما تلقيته المراسلة هذه كيفاش كان تصرف رئيس النادي الافريقي؟ طبعا القانون موجود والمرسوم موجود وطلعنا عليه ما كانش مفاجأة بالنسبة لي. اطلعنا عليه قبل ما حتى نشد النادي وخذيت فيه استشارة قانونية ولقيت أموري واضحة. ولكن نعرف روحي أنا ما نحبش نقول نحكي على روحي توا ولكن الحمد لله في أي مجال دخلت فيه ناخذ فيه ثلاثة شهور نفهم ونستوعب ومن بعد نعمل له برنامج ونقدم فيه وبتوفيق من الله ننجح. ونعرف كونه مش تجي نعرف شنية النادي الافريقي اليوم اعدائه برشا واكيد مش تصير محاربته اعدائي انا زادة برشا المحاربة مش تكون موجودة ولكن ما كانش مفاجأة لي انا. حاولت كي جاء القرار هو شو القرار اللي جاء هو جاء تنبيه الاول الثاني الثالث الرابع ومراسلات بيننا وبين الدولة. انا طبعا خذيتها في كنف السرية بصراحة وخذيت تم فما تطمينات صارت النهار الاول ومن بعد لقيت العمليه في جات في الفتره هذه في عز خاطر يمكن الناس كانت تراهن على الفشل في توقيت غير مناسب. اي تراهن على الفشل كي شفت النجاح اللي هو نجاح النادي الافريقي ونجاح سليم الرياحي واضحه معناها كوني انا جاي هنا مش نعطي الاضافه في النادي الافريقي وفي المنظومه كامله معناها في مشروع عندي مشروع سياسي زاد ما ننساوش كلمات رئيس حزب نرجع من بعد للسياسة. أي ولكن هذا تجربة نجاح وستكون دليل لتقييم الشخص مهمة جدا. جبدت الورقة هذه طبعا بعد ما قمنا بالتعبير على رأينا ومن حقي أنا نتكلم أنا في حقي أنا جيت باش نمارس المواطنة نتاعي اللي تحرمت منها 20 ولا 30 سنة. أنا البرة جيت باش نكون تونسي بعد الثورة باش يكون عندي حق في المواطنة كاملة ننفع ناسي وأهلي وبلادي في على جميع المستويات اللي أنا قادر نقدم الإضافة فيها. اليوم كي تجبد القانون هذا بعد التصريحات يمكن الأخرى نتاعي جبدوا لنا الورقة الحمراء هذه بيان سور تقلقت معناها الإنسان مشاعر
مشاعر تطلع وتهبط، ديما نحاولوا نسيطروا عليها، هي الاساس كونه تسيطر عليها وتحاول. طبعا من الاول ناخذ الشوك ومن بعد تتحول للعقل، والعقل يولي يخدم وينظم في العمليه واحده واحده. والحمد لله ربك هيك تشوف معناها في ايامات العمليه وانتصار العالم كله يتكلم عليه، الاخبار الكل بارتو، مش كان هنا ولا في تونس، الكل في دبي، فرانس 24، في البي بي سي، العالم كامل يتكلم عليه. بعد هذا بعد وصول القرار وخروجك في سفر، متقلق اكيد، كنت متقلق في اول الامر، كانت هبه كبيره من جماهير النادي الافريقي على اساس انه باش يعملوا وقفه احتجاجيه. لهنا جاء موقف اخر لسليم الرياحي رئيس النادي الافريقي اللي اختلفت فيه الاراء، فمش كنا نقول موقف يدل على مواطنه كبيره وخوف على احباء النادي، فما شكون يقول لا معناها سليم بيدو خاف. الدعوه لعدم معناها القيام بالوقفه الاحتجاجيه اللي كانت مبرمجه من خلال احباء البلاد الكل والولايات الكل من جنوبها الى اقصى شمالها. احنا اليوم من الضروري كانوا نتعاملوا مع الموضوع، واليوم احنا كنادي افريقي، وانا مسؤوليتي كرئيس النادي ان نحافظ على سرعة النادي، ان في نفس الوقت نحاول ما يضر حتى حد. عندنا مواقف، احنا عندنا موقف كنادي، وعندنا وضع اخر، عندنا جماهير، عندنا ناس تمشي، باش اكيد سيتم استغلال الموضوع لتسييسه، تولينا فيها تكسير وضرب، وتدخل لك اطراف خارجيه تدخل في الموضوع وتسيسه وتولي. فاهم انا شنو 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 احساسي كي واحد من جماهيرنا ولا عون امن ولا صاحب محل في في, في البلاد يتكسر له الواحد تاعو؟ بصراحه من حتى النوم عاش يجيني انا هكا نتقلق، ما تساعدنيش. ولكن في نفس الوقت اني يلزمني نفوت الفرصه على اي انسان. تخيل انت اعكس العمليه، صارت الوقفه الاحتجاجيه وتم وتم مش اقتحامها ولكن تم تجييشها واستعمالها لاغراض اخرى واستغلالها، شنو موقفنا كنادي افريقي؟ يقول لك شوف النادي الافريقي، بعد احنا بيدنا مش نحسوا بالذنب، خاطر بلادنا في ازمه هي بطبيعتها، ما نحبوش نزيدوا عليها. والنادي الافريقي هو الشعب التونسي، ما نحبوش نزيدوا، ولكن نحاولوا نخدموها بسياسة. خدمناها بطريقة جابت نتيجة، والنتيجة الحمد لله تشوف سريعة معناها. هو الحق معناها نتيجة كانت مباختة، ولكنها زادة جات قبل الوقفة الاحتجاجية. يعني الحكومة على رياجي الموقف النادي الافريقي وجماهير النادي الافريقي. هما وانت زادة عم زادة ما يزمك تكون متسيس شوية هنا اليوم، كي يلزمك تعطي فرصة ما تدخلش في عنات، تعطي فرصة للطرف الثاني كونه يوخر شوية، ما تحصروه زاد. زاد مهمة جدا كونه احنا عطينا الفرصة، احنا ما نحبوش نزيدوا. احنا ناس متحضرة، رانا فريق متحضر، رانا نعرف مصلحة تونس خويا. انتم احنا قمنا بواجبنا وانتم قموا بواجبكم، والحمد لله وقاموا بواجبهم وجمدوا القرار اللي نعتبره انا انتصار خارج الميدان ولا في الميدان. انتصار لتونس، راهو مش للنادي الافريقي ولا سليم الرياحي ولا للحكومه ولا حتى انتصار لتونس، لانه القرارات هذه ضد تونس، ضد مصلحه الشعب التونسي. اليوم هات نرجع واحنا بالتوالي باي، جيت انا دخلت في الرياضه، انساني في السياسه، حطني انا يعني السياسه نرجعوا للسياسه. اي واليوم في الرياضه، فما شنو اللي صار؟ شنو الضرر اللي عملناه؟ شنو الكل إضافة؟ حركنا السوق في الميركاتو، نبدأ بالكورة يا سيدك، من جوان اللي فات من الميركاتو حركنا السوق. كان عندك أنت فريق أو اثنين هما اللي يشريوا في الملعبية من المناطق من الجنوب والشمال، الأسعار يحدوا فيها هم، هذا بخمسة ملايين، تاع خمسة ولا خمسين مليون، خرجنا الفلوس. احنا الفلوس كانت راقدة تحت الزليزه هذيك، خرجناها، اخرج واشري. وشكون استفاد؟ استفاد الفريق الصغير هذاك ميزانيه عام كامل جاتوا في ملاعبي، ما تشجعوش، ما تحركش النادي الصغير هذاك، حركته في نفس الوقت تشجعوا باش يعاود يهبط للهوات ويختار ويخرج ملاعبيه ويولي له استثمار.
معناها حركنا، احنا حركنا سوق الرياضه واستفادوا منه المناطق والانديه الصغيره استفادت بدرجه كبيره. لو ترجع اليوم شوف انت ارخص لاعب قد ايه، وانا وهذيك راهو ماهيش خساره، هذيك الدوره الماليه، الدوره الماليه في الاقتصاد، هذيك الدور معناها انا الفلوس هذيك قد ما كان بخمسه وشريته بخمسين مثال الشيء، خاطر الفلوس هذيك مش تعاود ترجع ليانا من جهه اخرى بيان سور، وتقعد الفلوس تقعد السيركل الدور وتحرك الناس الكل، هذا هو الاقتصاد. قرار الحكومة بعد قرار التسميت شنو باش يعمل النادي الافريقي لحل هذه الاشكاليه باش ما تبقاش في كل لحظه معناها حويجه معناها وقت الغسله تجي؟ هو القرار اللي يضر منه النادي الافريقي، ولكن هو القرار موجه لينا، معناها كونك انت تكون هنا يا هنا يا هنا فضيحة معناها في تونس، كون وانت ما تنجمش تعمل حاجتين ولا ثلاثة حاجات. انا تم استدعائي عن طريق السيد وزير الشباب والرياضة من قبل رئيس الحكومة باش نقعد معاه باش نعطيه مذكرة تفصيلية وشرح للقانون الظالم، وشنو الأضرار اللي ممكن تتأتى منه، وشنو الفوائد اللي ممكن تتأكد منه لو يتم إلغاءه، ونقنعه بحول الله نوصله الحل معه. وأنا مش تكون فما شفافية في الواحد، مش تكون واضح معناه، خاطر أنا لاني جاي هنا نتعدى على القانون، ولاني جاي هنا زاد أنا نتقوى على الناس. أنا صحيح نمارس في السياسة، ولكن سياسة بناءة، سياسة فاعلة، سياسة تقبل بالواقع، وكي تجي الفرصة سواء الحكومة هذه اقتنعت تغير، ما اقتنعت تغير الحكومة اللي بعدها وقررت. اليوم لو كان حوصلوا معناها في المشكلة هذه، الموقف هذا لو كان نحسبوه، اسكو النادي الافريقي خرج منه أقوى أضعف ولا لم يتأثر؟ واسكو زاد سليم الريحي خرج منه أقوى أضعف أو لم يتأثر؟ لا، الناس الكل استفادت من الموقف هذا، احنا الكل، النادي الافريقي أقوى، النادي الافريقي أثبت كونه هو نادي عريق ما يخليش الفرصة لحتى حد مش يتعدى عليه. سليم الرياحي بمساندة النادي الافريقي زادة ومساندة المناضلين نتاعه في الـ في الـ في الاتحاد الوطني الحر اللي هما كانوا موجودين اليوم أقوى، أعطاني معناها اليوم شرعية كبيرة ودفعة كبيرة كوني نجم، لقيت عندي ظهر، فهمت؟ اللي قبل ما أنا ما كنتش نشوف فيه أنا حتى في النادي الافريقي، ما أنا الخدمة اللي نخدم فيها كيف ما قلت لك الويكلو خليك ما تشوف. اي لا، شوف الويكلو ما هيش كروية العملية فقط، معناها العملية اكثر عندها بعد اخر، تشبثك بجمعيتك، معناها مش عملية كرة تدور وتلعب وبونتويت، اكثر 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 حبك للجمعية، معناها عملية اللي داخلة في اعماق الانسان وفي احاسيسه ويعبر عليها بطريقة هذه ممتازة جدا. مستوى العلاقة بين جمهور نادي الافريقي ونادي، طبعا طبعا هذه وصعيب تلقاها، راهو ناكد لك، معناها شفت علاقة غريبة وما هيش مش ما تلقاهاش في الاندية الاخرى سوى في تونس والا حتى في الخارج. باش نغلق ملف القرار هذا وان شاء الله نرجعوا له في المستجدات بإلغاءه تماما، وباش نمروا لسليم الريحي الجانب الانساني فيه. سليم الريحي معناها يمكن نقولوا ناس تتصور انه سليم الريحي فما خلط بين السياسه والكره، سليم الريحي انسان يحب معناتها اترافير النادي الافريقي يحقق مكسب سياسي، وقع الشيء هذا كيفاش مش نحقق المكسب السياسي؟ جاوبني انت، سهل، انا هات هي هات نفركوها الحكايه، هاي كيفاش باش نحققوا؟ احنا اليوم نقولوا سليم الرياحي وراه جمهور النادي الافريقي، علاش يا اخي جمهور النادي الافريقي معناها؟ لا لا اسمعني، شو جمهور النادي الافريقي هذا شعب تونسي راه، وشعب التونسي عنده 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 توجهات، واحد يحب واحد من عش حتى في كاحزاب، واحد نهضاوي والاخر يساري والاخر كذا، وواحد ما عندوش توجه بالكل، يا كيفاش تحب؟ أنا ما فهميش، راه الناس ما تخلطش. أما لو كان أنا كسليم الرياحي بفعلي وبخدمتي اللي هي لتونس كاملة، شنو وأنا رئيس جمعية الشعب وقدمت الإضافة على الأرض سواء في مشروعي الرياضي ولا مشروعي السياسي، يا خويا شنو زاد؟ لا ممنوع
ومن حقي انا كونه خلي اللي يحب ينضم لي ينضم ينضم للفكره، ينضم للمشروع بالكامل، مش ينضم لشخص سليم الرياح. يا اخي انا شنو، انا جاي نعطي اضافه، وانا جاي نتكلم مع ناس، زاد نتكلم مع الناس اللي تحرمت، مع الناس اللي تعيش في حياه ما عنديش حتى وصف لها، ونتكلم مع الشباب. الشباب اليوم محروق، اللي قاعد يموت توا كل يوم، اللي قاعد ينتحر، اللي قاعد، هذا هو اللي حاشي به. بالك انا نتكلم، انا ما حاشيش بيهم. انا شفت انا تفوت لي 60 من حتى في التصويت، قول لهم بالله ما... معناها راهو لو كان تؤمنوا بكونوا تعملوا تبنيوا حياه، تبعدوا على الانانيه وتبنيوا حياه لصغاركم وصغار صغاركم، مرحبا. اما مش تنظروا لانفسكم انتم توا، زاد راهو زايد، ما تونس ما تقدمش والكل. انا هذا من الناس اللي جيتهم، راهو مش نقعد نحارب على خاطرهم لاخر نهار في حياتي. يعني انت تاكد لنا اللي ما فماش خلط بين العمل في النادي الافريقي والعمل السياسي؟ ما فماش بالعكس. انا اليوم تاكدت في الـ في الـ في, الـ في الازمه اللي صارت، كونه فما شكون يستعمل يمارس في السياسه في وسط النادي الافريقي، وانا نتوجه لهم توا، هما يعرفوا رواحهم، ابعدوا على النادي الافريقي وسياستكم، خليوها بعيد. لا نحبوا السياسه لا في المدارس ولا في النادي الافريقي، وانا راني سياستي نمارس فيها عن طريق الاتحاد الوطني الحر ومناضلين الاتحاد الوطني الحر والمكتب السياسي والشخصيات تمارس في السياسه. انا قاعد بالعكس، انا مقصر في الاتحاد، انا مقصر من اجل النادي الافريقي، خاطر قاعد ما نحبش نعمل خطوات خطا اللي هي يقع سوء فهمه بالحق. معناها انا مقصر، ولكن سياستي زادة هي العمل على الأرض، هذيك هي السياسة تاع سليم الرياح، نخدم على الأرض. وكي نخدم على الأرض مش نعمل، مش نطور نادي الفريق، مش نعمل مشروع رياضي يكون ناجح، مشاريعي في المناطق النائية مش نكملها حبة من حب وكره من كره، على خاطر زادة حاربوني فيها. شنو يا أخي، هذا هو مشروعي، يعني هذا هو المشروع السياسي، فعل استفادة مباشرة للمواطن اللي يعاني في القهر. هذا حرام، ماهوش هذا المصالح المجتمع لصالح الشعب التونسي بالكامل. وهذا ما فماش حتى جماهير النادي الافريقي ما هي ضد الكلام هذا، لان هي جزء من الشعب. وما عنديش منزيد اكثر من هكا، ولكن السياسه وتجيش وبعض الناس اللي تعمل تتكلم لا تحارب فينا كونه هذه سياسه وهذه احزاب وتتكلم باسم احزاب في وسط النادي، لا، خليوا رؤيتكم ونظريتكم وتوجهاتكم كلها خارج النادي، وكي تجيوا للنادي الافريقي يعيشوا الملحمه نتاع النادي الافريقي اللي هي العلاقه النظيفه الصافيه اللي ما بين الهيئه والنادي، باش نطوروا مع بعضنا من غير حتى حسابات، نحيوا الحسابات، خلينا نشوفوا النادي الافريقي فقط. انا مانيش باش نسالك نقول لك لو خيروك في يوم ما بين النادي الافريقي والعمل السياسي شنو اللي باش تختار، ولكن اكيد شوف انا جاوبت عليه توا، كنت مع ماشي شكون حنا بعل او لحد الرياضي تكلمت. يا اخي انا كان عندي بلان بي، زاد انا راني بديت مشروع. شوف انا بديت في مشروع، ما نجمش فما واحد يبدا بنيه يسيبها ويمشي يعمل ما تجيش. بديت مشروع الاتحاد الوطني الحر، هو رؤية وأفكار ومبادئ ونظرية كاملة، نظرية ليبرالية اجتماعية، هي نظرية جديدة للدول الفقيرة اللي كانت تحكم فيها ديكتاتوريات. هذيك فما ناس آمنت بها وقاعدة تتبع فيها، وأنا مش هدفي كونه رئيس اتحاد الوطن الحر، رئيس نادي الافريقي، رئيس مجموعه تونس القابضه. مجموعه تونس القابضه هذه ملكي نتاعي، خدمتي انا، لا كوني انا في الاتحاد الوطني الحر. يا اخي فما شكون ينجم يمنعني انا ننسحب من الرئاسه ونكون رئيس مكتب محلي في الملاسين ولا في جبل الاحمر؟ ما يقلقنيش. وكي نجي في اجتماع الحزب تلقاني انا واقف على الراس، انا اللي قاعد. علاش؟ خاطر فكرتي انا، خاطر الناس تحب تسمعني انا، مش مشكلتي انا، بالعكس ما يقلقنيش كونه نحي لقب، فهمت؟ هذه بالعكس هي، لو كان الحكومه شد صحيح مش تكون حاجه ما تتحسب لها في التاريخ، معناها عيب في كبير تقوم به، والحمد لله هي تجاوزته بذكاء. ولكن انا اما مشروع النادي الافريقي مشروع ريال، حاجه ملموسه، فما تسيير، فما تنفيذ، يلزمني انا نكون موجود فيه.
ما نجمش نخليه، ما نجمش نخليه. وفيه مشاعر، فيه احساس، فيه حب. ما فيهش تو في الاحزاب، تلقى ناس تخدم من اجل الوطن، ناس تخدم من اجل المناصب، ناس تخدم من اجل طموحاتها الشخصيه. واحد يحب يولي كاتب دوله، والاخر يحب يولي وزير، وكل واحد كيفاش. صحيح ممكن يقدم، ومن حقه كون يكون فما طموح شخصي، ولكن في النادي الافريقي فما حب نقي، معناها ما فيش مصالح. فهمت؟ وانا هذاك اقرب لي بصراحه، اقرب لي، ومشروع يلزمني نكمله، لانه فما ناس تستنى فيا، فما ناس تتاثر، ناس تبكي كي تخسر ماتش كوره. فهمت؟ هذا ما تلقاش في حزب. الجلسه العامه أي. التقييميه او الانتخابيه باش نسحب سليم، حكينا فيها باش نسحب سليم ريحي ولا مش نسحب، ولكن لو كونتكست نتاع الجلسه العامه كسواء تقييميه ولا انتخابيه نحبوا نفهموه من عندك باش توضح الرؤيه، معناها المستقبل النادي الافريقي. خاطر احنا نتصور في الجلسه العامه تم انتخابك على 3 سنين، معناتها على مشروع نتاع 3 سنين، علاش من العام الاولاني بريسك ولا من عام ونص باش نعملوا هالجلسه الانتخابيه ولا التقييميه؟ احنا الجلسه العامه التقييميه، وانا اضفت كونه تكون انتخابيه، زاد تكون عندنا هي نفسها مش نعمل تقييميه وانتخابيه لعده اسباب. السبب الأول، فما القانون الأساسي نتاع النادي الإفريقي ما تمش تطويره وقاعدين نخدموا عليه توا، من الضروري المصادقة عليه. باه نصادقوا عليه من بعد نقوموا بالانتخابات. اثنين، تأكيد للشرعية. يا اخوي انا المرة اللي فاتت انا ما كنتش راضي بصراحة على الانتخابات. صحيح ديما قلت كيف ما قلت، راه النادي الافريقي الجمهور متأزم، ما عادش عنده ثقه في الهيئات، ولكن احنا عطينا لمحه صغيره ولا صوره من المجهود اللي نجم نقوم به. ماذا بي انا تصير انتخابات فيها شنو؟ انتخابات النادي الافريقي كامل، انتخابات فيها 360 واحد يطلعوا هيئه تو كلام، هذا مش معقول. ما تجيش يعني حتى انا نحس روحي ضعيف من داخل بالحق. راهو هذا هو هذا النادي الافريقي نحب عليه، نحب نادي قوي كي ينتخب بقوه، يؤمن بهيئه يؤمن بها بقوه. وزيد فوق هذا كل، انا عندي هيئه فيها 8 أو 9 من الناس، زاد كيف كيف فما عناصر غير فاعله سيتم استبدالها باش نضخوا دماء جديده، اللي ما نجحش يمشي. وهذاك الكلام اللي قلته ما عندي مانع، وضروري معناه مش معناه سليم الريح مش ينسحب. ولو كان انا باللي عملته هذا غدوه لقينا منافسه وخلقنا منافسين بالحجم المطلوب للنادي الافريقي اللي هو فيه اليوم، هذا مكسب للنادي الافريقي. زاد غدوه انا سيدك جيت الانتخابات وترشحت بهيئه، الهيئه اللي عندنا مش نبدلوا بعض الاسامي ونترشح، ونلقى غدوه شخصيه اخرى مترشح النادي الافريقي وعندها برنامج واضح بالتفصيل، مش مكسب للنادي الافريقي. في كل الحالات افريقيا المنتصر. هيك واش حب اكثر من هكا؟ نحبوا حاجه من النوع هذا، زاد عادش بيه. هذا هو نحبوه، راه ما نحبش ناخذها الافريقي، راه هذه اللي الناس لازم تفهمها، راه ما نحبش. بالعكس انا نحب نصنع، ماذا بيا غير نصنع رؤساء جدد وناس وتصير منافسه، والمنافسه هي اللي تعطي النتيجه، والفقر والكل يرجع بالنفع على النادي وجماهيره. تعقيب صغير على كلامك، صحيح قلت انت من الجلسه الانتخابيه 360 بركه كانوا حاضرين، ولكن اليوم هنا رينا كان مصافحه صغيره، ورغم اللي معناها فما ناس كانت خايفه انك ما تكونش حاضره، رينا ناس حاضره من قبل لي، رينا ناس حاضره معناها، معناتها الشرعيه يظهر لي ما نجموش نشكوا فيها. لا اليوم عادي فما فرق، ولكن هذه جات بناء على الاحداث اللي صارت وبناء على العمل اللي قمنا به. ولكن كي يبدا في انتخابات محلاه زاد تولي عرس، حفلة، احتفال. اليوم احتفال واحتفلنا اليوم في المطار، شنو المشكلة؟ شوية فلامات وجو والناس تغني، عملنا جو اللي ما نجموش نشوفوه. باهي هذا يعطي دفعة. راهو يا أخي أنا شنو كيفاش نعرف روحي أنا خدمت ويقولوا لي راك خدمت ولا ما خدمتش؟ ما هو الجمهور، نحب نشوف الجمهور، ما فما استادات. اليوم أنا وين نلقاه الكلام هذا؟ هذا يزيد يخليني نمشي ب 360 كيلومتر في الساعة. جمهور النادي الإفريقي اللي ينتظر مسلم برشا مطالب كبيرة، وينتظر من النادي الافريقي في بهيئه سليم الرياحي باش يوصل للعالميه، يوصل لاهداف معينه يمكن كانت بعيده علينا لاسباب نعرفها نحن. اللي نوعد به
وعدت بيه وعمري، لان ما نخلفش وعدي انا، لان نقعد نحارب الى اخر لحظه، كونه انا قد المسؤوليه ان شاء الله، الامانه نحافظ عليها بكل امانه، ما نحبش ان نتجاوز الاحداث، ولكن راهو ما يقلقني حتى شيء، انا راني نقبل، ولكن زاد نحب ان نحيو هالفكرة رئيس جمعية وناس معارضة وناس معاه، احنا الكل يلزم حتى المعارضة تكون بناءة، نحب نبعدوا ما نسيسوش التحركات نتاعنا، راهي جمعية رياضية اجتماعية، يلزم الناس كل تخدم مع بعضها، مش تكون ما نجمش نهز الحمل وحدي، راهو يلزم الجماهير تكون معايا. كي اليوم شفت جزء من الجماهير معايا زاد شجعني، ان شاء الله يكونوا اكثر، نقدموا مع بعضنا لمصلحة النادي الافريقي. المسؤولية صعيبة ولكن انا قدها بحول الله، وما تخافوش عليا، مستانس بالازمات، مش هذه تسمى ازمة بسيطة معناها، والحمد لله انتصرنا فيها، ونأكد كونه المرحلة الجاية مش تكون مرحلة ازدهار لنادي الافريقي، سواء في تنظيمه، في بنيته التحتية اللي قاعدين نتحرك عليها، في النواقص اللي موجودة باش نكملوها. زاد حاجة أخرى، كرويا الأيامات اللي فاتت كنت لبرا، جات بعض العروض من اللاعبية لي بوست اللي ناقصين خاصة في المهاجمين، حتى ونشوفوا كان كملنا معاهم من هنا الأسبوعين، نعلنوا على المهاجم أو اثنين من الدرجة الأولى كونفيرمي، ماركي عمناوي الماركي 40 بونت والسنة 16 هذا يمشي يكون اللي كيف ما يقولوا عليه العصفور النادر، نكملوه وش مزال عاد من بعد، مرحبا اللي عنده حاجة يجيني يهبط الاستاد ونحكيه. من قدماء النادي الافريقي، شكرا، الله يخليك، مرحبا بك دونك في تونس، وراه قدماء النادي الافريقي معاك، وانت فوزيت بورتور دان بروجي سبورتيف غرانديوز في تونس، ومعناتها فو بوفي اتر سور كو نو سوم افيك فو، كو سوا انسيان قدماء النادي الافريقي ولا شعب النادي الافريقي ولا سبورتير نتاع الكلوب افريكان، وربي يخليك لتونس وللكلوب افريكان. بارك الله فيك، ان شاء الله نكونوا في المستوى ونكملوا المشوار ونحيوا الحلقه الضعيفه في النادي، من القوة للقوة إن شاء الله. في النادي الإفريقي وبعد سليم الريحي إيش تعمل هنا؟ أنا جيت باش نفرح لولدي، وإن شاء الله ونتمنى له حويجة، إن شاء الله ربي يحقق له أهدافه الكل، خاطر كان نجح هو تسمى نجاحي أنا، وأنا نجاحي محبتي في الجمعية، وإن شاء الله ربي يوفقه، وإن شاء الله فين يقدم ما يلقاه كان خضرة قدامه. وعاش النادي الافريقي وربي يفضل سي سليم الرياحي. هذا مساجك لسي سليم الرياحي ومساجك لجمهور النادي الافريقي، شعب النادي الافريقي. انا باقي الوقت نتوجه للشعب نتاع النادي الافريقي، نقول لهم الترايض يا الاولاد، الريضو ما نخليوش الناس يجيو يدغدغونا ونتخمروا، تخميرتنا مش باه، عندنا راجل تبارك الله عليه لاهي بينا، واقف ساهر على الجمعيه وساهر على عبادها، يا ربي لك الحمد، كو دوموند لو بوبل، فهمني، ربي ان شاء الله يشدو في صحة بدنه، وان شاء الله بقية عمري تبدا خير من اولها، ان شاء الله العاقبة ابن واعلى. ربي يطول في عمرك ويحيى النادي الافريقي. كثر خيرك، عاش النادي الافريقي في كل مكان، وربي فضلك يا وليدي. تاع التو وجماهير النادي الافريقي ما انفكت معناها بجانبك وتقول لك للنادي الافريقي يلزمه يواصل. الحمد لله، هذا كيف ما أكدت لك كونه يزيدني قوة باش نواصل المشوار نتاعي، وكهو هذا هو، وبحوله نكونوا في عند حسن الظن ونفرحوا الناس، سواء بالعمل اللي قاعدين نقوموا به على مستوى البنية التحتية، على مستوى النتائج رياضيا اجتماعيا، وكيف ما قال الدكتور الافريقي مدرسة أخلاق، وان شاء الله نكملوا المشوار مع بعضنا، واحنا الدعم هذا هو اللي اضافه لينا للجيل الجديد، نقول باش يوصل ليحقق نتائج
ونحاولوا فما هيك الحلقة اللي في الوسط هذيك اللي حلقة نقاط الضعف والمرحلة اللي مر بها النادي الفريقي اللي تعبته ننساوها ونرجعوا للأفراح من جديد ونفرحوا الناس كل كبار وصغار. جوست انت قبيلة كنت تحكي معي قلت فما برشا جاءوا من بعيد وما وصلوش يقعدوا ويتكلموا معك سيسليم خاصة من الجنوب شو تقول لهم؟ قل لهم راهو على غالب شفت كيف خرجوني والله حبيت نرجع معناها مع بالحق حبيت نرجع للواحد ما خاطر ما نجمش هذو الناس جات فرحانة بيك ما نعاش كيفاش باش نعوضها خليني نركح مخي شوية ولكن لو مينيموم وأقل حاجة كوني أنا الأيامات الجاية باش المجموعات والخلايا اللي جات نمشي لهم ونجتمعوا مع بعضنا ونتكلموا عن النادي الفريقي ونفرحهم وإن شاء الله نهزولهم البطولة غاديك بحول الله بالملاعبية اللي عنا الكل.